انا ما كنت باش تزاد ما كنتش عارفه. جارنا قال لي ولدك راه ثلاثي صبغي، وحمدت الله وشكرته، يعني نعمه عطاها لي الله. الى مشيت الجامع اللي صليت نلقى راسي انا مرتاح بخير عليا، الى صليت تقول الله على صليتي الصلاه هذه مقبوله عليك. عندي حسن هو المفضل، عزيز عليا بزاف. كان باش كيخرج الزنقه باش كبر شويه، ولا كيخرج الزنقه الناس كيبقاو كيضحكوا، اللي كيبقى كله واشنو كيشوفوا فيه نظره خايبه. لان في المغرب كان من العيب والعار ان المغربي يقول عنده واحد معقد هاني، فكان كيدخلوا للدار كيسد عليه ما تيخرجش للشارع، ما كيعرفش الزنقه بصفه نهائيه، وهذا كان مشكل كبير بالنسبه للمغرب كله، واعتقد ماشي غير بالنسبه للمغرب، بالنسبه للعالم العربي كله. ربيتو زوين، انا ماشي بحال الناس اخرين تيخبي ولادهم وكل شيء، انا ما خبيتوش. النهار اللي بان ما عندي عادي، ماشي درت منه ولا حشم بيا ولا شي حاجه. كيفاش يحترم الناس، يعني ربيتو احسن تربيه يعني. وملي ولا كيمشي ولا كيسافر يلعب كيمشي الأولمبية وكل شيء، يعني ولا محبوب بزاف، كل شيء كيبغي، كل شيء كيحترمو، يعني في الزنقة كيبغيو يتصوروا معاه. دابا نيت دابا محبوب عند الناس بزاف، كل شيء كيبغي. المنحة ديال السيرتي هي فعلا ساعدت كثير في تطوير البرامج ديال الأولمبياد الخاص المغربي. أصبحت هذه البرامج تعمل على إحداث خلايا خاصة بالعائلات، لأولا تبادل الخبرات فيما بينهم في طريقة التعامل مع الرياضي الأولمبي الخاص، ثانيا لحصولهم على معلومات جديدة وإمكانات جديدة ممكن أن تؤهلهم لمساعدة أبنائهم في الإدماج الاجتماعي. حسن الشرقي هو من الرياضيين وبالأخص حسن اللي تطور بواحد الشكل كبير، كان من الرياضيين اللي هما جاوا منكمشين على انفسهم، ما كيخرجوش جوج كلمات يعني متكاملين. قبل لوس انجلوس كان تطور، ماشي ما تطورش، ولكن في لوس انجلوس اصبح انسان اخر، اصبح انسان متحرر كيهضر بطلاقه. انا متميز لحقاش، انا بطل كنشارك في سبيسيال اولمبيك، وانا دابا حاليا خدام سيات. دابا الان حسن اصبح ماشي غير مدمج في, 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 في المجتمع، اصبح انسان منتج داخل المجتمع. انا الرياضه هي ساعدتني وبقيت القيمه ديالها، وانا مرتاح لها بزاف، ولات انا مشهور في الرياضه، كاع الناس تيبغيوني بزاف.